متابعي الكرام، إليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن ظهور 4559 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 3,421,980 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 77 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 5090 حالة. وتم التأكد من شفاء 4641 حالة شفاء إضافية، ليرتفع مجموع حالة التعافي 257,992. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. متابعي الكرام، أعيد عليكم الحصيلة اليومية. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس عن ظهور 4559 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 311554 حالة في المغرب. وفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية قد بلغ 3,421,980 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت 77 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 5099 حالة. وتم التأكد من شفاء 4641 حالة شفاء إضافية، يستطيع فيها حصيلة التعافي 257,992. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وللتذكير، فالمزيد من التدابير الاحترازية: الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الاجتماعي، التباعد الجسدي والتعقيم والوقاية. فالوقاية خير من العلاج. متابعي الكرام، 4559 إصابة مؤكدة هذا اليوم بما مجموع 311,550 حالة إصابة مؤكدة بالمملكة المغربية. أما عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مختبرين سيبي 3,421,980 حالة مستبعدة. أما عدد الوفيات ف 77 حالة وفاة هذا اليوم، ليصل المجموع إلى 5090 حالة. وتم التأكد من حالة شفاء 4,641، ليصل مجموع الشفاء 257,992. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وللتذكير، فالمزيد من التدابير الاحترازية: الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الجسدي والاجتماعي والتعقيم والوقاية. فالوقاية خير من العلاج. متابعي الكرام، الحصيلة اليومية في ارتفاع مهول، المزيد من حالات الإصابة يوميا، دخلنا في عتبة 5000 إصابة يوميا. فالمزيد من التدابير الاحترازية: الكمامات، مسافة الأمان، التباعد الاجتماعي والجسدي والتعقيم والوقاية. الله رفعنا هذا البلاء وهذا الوباء. متابعي القناة شيف سيبيون، نتمنى لكم عند الله والسلامة والعافية للجميع. فللتذكير، فمجموع الإصابات هذا اليوم بالمملكة المغربية متابعي قناة شوف تي في كان 4559، لما مجموع 311,554. أما عدد الوفيات ف 77 حالة وفاة، لما مجموع 5090 حالة وفاة. أما عدد حالة الشفاء ف 4641، لما مجموع 257,992. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية بكل وطنية و